السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تلطفا ورفقا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. أيها الأحباب الكرام، في ختام حلقة هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة التي يجتمع فيها أهل الإيمان واليقين لشهود صلاة الجمعة، هذا اليوم الذي يتزامن مع بزوغ فجر شهر ربيع الأول الذي يخلد لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الباري جل جلاله أن يرحم أمواتنا وأمواتكم أجمعين. أمواتنا وأمواتكم الذين ارتحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، وهم الآن في قبورهم يفترشون التراب ويتغطون بالتراب وينتظرون من الأهل والأحباب دعوة رحمة ومغفرة ورضوان. تعالوا بنا ندعو الله عز وجل للرحمة لنا ولهم وبحسن الخاتمة، وأن يجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. فاللهم يا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا واسع الرحمة والمغفرة والرضوان، نسألك اللهم أن تغفر لكل أمواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم يا مولانا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رحمن يا رحيم، جميع أموات المسلمين اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم كل من مات لنا من الأحباب والأقارب من الوالدين والأجداد والجيران، اللهم يا ربي يا كريم اجعلهم في بطون القبور مطمئنين، واجعلهم عند قيام الأشهاد آمنين، واجعلهم بوجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين يا ربي يا كريم. اللهم كل أمواتنا في قبورهم آنس وحدتهم، آنسهم في وحشتهم، آنسهم في غربتهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم يا رحمن يا رحيم، إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. جميع أمواتنا من المسلمين والمسلمات ممن سبقونا بالإيمان، اللهم إنهم الآن وحيدين في قبورهم، ارحمهم يا مولانا تحت الأرض، واسترهم يوم العرض، ولا تخزهم يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم جميع أمواتنا اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. يا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام،
ارحم جميع أمواتنا ويمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات ميزانهم وثبتهم على الصراط يا رحمن يا رحيم، واجعلهم من عبادك الفائزين. ونسألك اللهم يا رب العالمين أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وتصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وتصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. وإذا قبضت أرواحنا فاقبضها على الإسلام، اقبضها على الإيمان، واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ارحمنا أجمعين، ارحمنا إذا أتانا اليقين، ارحمنا يا رب العالمين إذا انتقلنا من دار الفناء إلى دار البقاء، واحشرنا يا رب مع المتقين، واجعلنا يا رب في جنات النعيم، اجعلنا ممن قلت فيهم في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا من المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. اللهم بشرنا بقولك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأوتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تحفظ هذا البلد الأمين، اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك ببركة أم الكتاب وفاتحته وخاتمته وما بينهما من السور الشريفة والآيات المحكمة، ونسألك اللهم ببركة التوراة والإنجيل والزابور والقرآن العظيم أن تحفظنا جميعا بما حفظت به الذكر الحكيم. احفظنا يا رب من الأمراض والأسقام والهم والغم، واحفظنا من الأوبئة، واحفظنا من الغلاء، واحفظنا من شر الداء، واحفظنا يا رب من كل سوء، احفظنا بالسمع المثاني والقرآن العظيم، واجعلنا يا رب من عبادك الأخيار الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا مما قرت فيهم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم أهل علينا شهر ربيع الأول بالرحمة والمغفرة والرضوان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.